السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله صباحكم بتوقيتنا ومساءكم بتوقيتكم. عندهم هنا في بريطانيا بل في كثير مراكز إسلامية عندهم أكثر من صلاة جمعة. صلاة جمعة الساعة مثال 12:30، في صلاة جمعة الساعة 1:30، في صلاة جمعة الساعة 2:30، 4 جمعات في مسجد واحد. يجوز هذا الشيء ولا ما يجوز؟ يجوز، ما في حرج. المساكين ما عندهم أماكن يصلوا فيها وعندهم زحام شديد جدا، والمسجد ما يستوعب إلا عدد معين، فوق هذا كورونا بعد قلل العدد، صارت الجمعة يمكن 5 جمعات. السؤال، يجوز هذا؟ قلنا احنا يجوز، ما في حرج. السؤال الثاني، طيب أي جمعة اختار أنا؟ إذا أنت عندك عامل في الدوام، في اليوم هذا عندك دوام، تختار الوقت اللي يناسبك أنت وتصلي الجماعة، أجر الأولى نفس الثانية، أهم شيء تؤدي الجمعة كما أمرك الله تعالى. لكن بعضهم شو يسوي؟ لا خلنا نتأخر، أنتم معزومين على غداء، خلنا نصلي الجمعة. لا، أدي الواجب اللي عليك، كل ما بكرت كل ما كان أفضل. طيب في سؤال ثاني، خطبة الجمعة عندهم بعض المراكز الإسلامية كلها بالإنجليزي، يجوز أن أصلي عند واحد أنا كمثال عربي ما أفهم إنجليزي، تخيل ما أفهم إنجليزي، أو دخلت مسجد والخطيب يخطب بالأردو ولا يخطب بالتامير ولا بالتلقو ولا بأي لغة، ما يتكلم عربي، أنا جمعة صحيحة؟ نعم صحيحة. يجوز يخطبهم باللغة الإنجليزية؟ نعم، بس الدعاء باللغة العربية والأذكار باللغة العربية والقرآن يقرأ اللي هي خطبة الحاجة، أدى اللي عليه بعدين قاعد يترجمها، فهو تكلم باللغة الإنجليزية، الخطبة صحيحة إن شاء الله تعالى، خطبتين. جميل. طيب يجوز إن واحد بعد الصلاة أو أثناء الخطبة يترجم، مو أثناء الخطبة، يترجم بين الخطبتين أو بعد الخطبتين قبل الإقامة، بعد ما ينزل من منبر الإمام يقوم واحد من المترجم ويسوي ترانزليشن اللي هو الترجمة الفورية بعد الصلاة، بعد الخطبة قبل الصلاة، يجوز ما في حرج إن شاء الله تعالى. للأسف اللي يشوفه في بعض المراكز الإسلامية أن بعض إدارات المراكز هم أكثر ناس محرومين من الأجر، تخيل اللي هو صاحب المسجد وإدارة المسجد أكثر ناس هم محرومين من الأجر. ليش؟ تلقى واقف عند الباب، تعال تعال تفضل، قاعد هنا كذا، ويجمعون تبرعات، والإمام يخطب، إذا الإمام على المنبر ما تتحرك، اترك الناس، بس قاعدين ننظم عمنا الشيخ، ما تنظم أحد، نظم نفسك وامسك أجرك. من مس الحصى فقد لغى، عند تخيل حرك له شيء بس حرك، من مس الحصى فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له، حتى سواك ما تتسوك. بعضهم يصور خطيب وقاعد يخطب الجمعة، ما يجوز، ما تتحرك. إدارة المراكز الإسلامية بعضهم ترى بعيد كل البعد عن السنة، بعضهم ما يدري، مسكين بعضهم جهلة، يعني هو مثل الشمع يضيء للناس لكن يحرق نفسه. أقول يا جماعة أنتم لا تحرموا نفسكم من أجر عشان الناس، ينظموا الإمام يخطب، صعد الخطيب ما عاد تتكلم ولا تتحرك، يصطفلوا على ما يقولون، هم يدبرون أعمارهم، علمهم قبل الصلاة، علمهم خلال يوم الأسبوع كله، أثناء الخطبة ما فيها. والآن إن شاء الله تعالى متوجهين إلى صلاة الجمعة عندنا، الخطبة الأولى أنا راح أخطبها إن شاء الله تعالى في مسجد الرحمة في برمنغهام، وإن شاء الله تعالى راح نتوجه هناك، وأسأل الله تعالى على نجزي كل اللي تسببوا في المحاضرة هذه. لكن طلبي لكم واللي قلت لكم أمس، ادعوا لهم، للمرضى الموجودين والطلبة المغتربين والناس اللي فارقوا أهلهم. الله تعالى ذكر أن الإنسان لما يخرج من دياره كأن مثل قتل النفس، قال تعالى ولو أن كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو خرجوا من دياركم. شوف المقارنة، ترى واحد لما يغترب ويطلع من بلده، يعني للأسف يعني الغربة كربة كما يقولون. أحبكم في الله، راح أوريكم المسجد إن شاء الله تعالى.